بسم الله اخي المسيحي اختي المسيحيه، الموضوع اللي هتكلم فيه ده دلوقتي موضوع هام جدا جدا، مساله حياه او موت. الموضوع اللي هقوله ده اللي هتكلم فيه ده دلوقتي مساله حياه او موت، عشان كده عايزكم تسمعوني بقلوبكم ما تسمعونيش بالاذن، وانا واثق ان انتوا سمعتوني بقلوبكم كلامي هيخترق قلوبكم، لان معظم المسيحيين مش متكبرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره المائده: لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، لذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. المسيحيين مش متكبرين، لما بيعرفوا يسمعوا النصيحه الصحيحه يتبعوها. انا هتكلم عن معجزات قويه جدا جدا باهره، معجزات علميه في القران الكريم في السنه. اسمعوا لي لمده 5 دقائق وبعد كده ارموا كلام البحر، بس ادوني 5 دقائق من وقتكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الذاريات في ايه رقم 47 الجزء 27: والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. والسماء بنيناها بايد، يعني بقوه. طب يعني ايه وانا لموسعون؟ يعني ربنا بيقول انا بنيت السماء دي بقوه واحكام وهوسعها وانا لموسعون. الايه دي القران ده من 1400 سنه. العلم الحديث اثبت ان السماء بتتوسع او بتتمدد بسرعه 30,000 سنه ضوئيه، لان في 275 مليون نجم بيطردوا كل يوم، فلازم السماء تتمدد والا الكون ينفجر. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده منين؟ هو كان راجل امي لا يقرا ولا يكتب من 1400 سنه، مش ده دليل قاطع على نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دليل تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم ينزعها، فان في احد اجنحتها داء وفي الاخر دواء. العلم الحديث اثبت ان فعلا احد اجنحه الذبابه فيه دواء، في مواد مضاده للبكتيريا بتقتل البكتيريا اللي بتنزل في الاناء لما الذباب بتقع في الاناء. عشان كده هو امرنا ان احنا نغمسها، فلما هتغمسها هتروح منزله المواد المضاده دي من الجناح الثاني، هتقتل البكتيريا اللي نزلت من الجرح الاول، والاناء هينضف من العلم الحديث اثبت هذا. وفي دراسه اتعملت في استراليا وفي امريكا اثبتت صحه هذا الحديث، لدرجه انهم دلوقتي بيصنعوا مواد علاجيه من جسم الذبابه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده منين؟ مش ده دليل قاطع على واعجازي على نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعجزه دي سببت اسلام مئات ومئات من المسيحيين. معجزه ثالثه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصل، على كل مفصل كل يوم صدقة. قال رسول الله: من يطيق ذلك؟ قال: التهليل صدقة والتحميل صدقة، إلى آخر الحديث، ويجزئ كل ذلك صلاة ركعتين في أول النهار. العلم الحديث أثبت إن فعلا كل واحد فينا بيتولد ب 360 مفصل، ولم تثبت هذه الحقيقة إلا من غضون سنين قليلة جدا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده منين؟ من 1400 سنة، إلا إذا كان نبي، وإذا كان ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى. يعرف منين ان كل واحد فينا عنده 360 فصل؟ مش ده دليل قاطع على نبوه الرسول؟ دليل تاني، الكفار قالوا صلى الله عليه وسلم: لو انت فعلا النبي شق لنا القمر ده نصين واحنا هنصدقك ونتبعك. قال لهم: تدوني العهد والميثاق على هذا، ان نعطيك العهد والميثاق على هذا. دعا الله سبحانه وتعالى القمر انشق نصين. قالوا له: انت سحرتنا، ده سحر. قال لهم: انتم اللي طلبتم مني، ليه دلوقتي بتنقضوا عهدكم معايا؟ قالوا: لا ده سحر. قال لهم: طيب في مسافرين هيجوا بعد يومين، نسالهم لو شافوا اللي انتوا شفتوه ما يبقاش سحر؟ قالوا: ماشي. هم قالوا: ماشي، لان هم يعلمون ان السحر دايما بيأثر على الشخص اللي واقف قدامك، بس مش هيأثر على ناس على بعد 100 كيلو، مستحيل طبعا. فالمسافرين جم بعد يومين وقالوا: احنا شفنا شيء غريب جدا، شفنا القمر انشق نصين وكنا مذهولين. قالوا: لا يا محمد، انت سحر قوي جدا، بعيد المدى، بيروح لاماكن بعيده جدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سوره القمر ايه رقم 1 الجزء 27: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني لما يشوفوا معجزة قوية يرفضوها ويقولوا ده سحر بعيد المدى. لما رواد الفضاء نزلوا على سطح القمر واخدوا شق طويل جدا في القمر، طوله 125 كيلومتر وعرضه 1500 متر وعمقه 500 متر، وجدوا حمم بركانية مغطية على باقي الشق. عملوا أبحاث على الشق ده، عمقه 500 متر وعرضه 1500 متر، لقوا ان الشق ده مستحيل يجي نتيجه بركان او زلزال او اي ظاهره من ظواهر طبيعيه. واحد علماء وكاله الناس الامريكيه اقر وقال ان ابحاثنا اثبتت ان القمر انكسر في الماضي ثم التحم مره اخرى. هضع عليكم الفيديو تحت الفيديو بتاع العالم ده، تحت الفيديو هضع تحت هذا الفيديو 9 معجزات قويه جدا مدعمه بلينكات تثبت اعجاز القران. معجزه 5، معجزه غريبه جدا وقويه جدا. عالم ياباني غير مسلم اسمه ماسارو ايموتو عمل كتاب عن التأثير الإعجازي لقراءة القرآن على المية، وجد أشياء غريبة جدا، وجد إن كريستالات أو بلورات المية بتتغير بقراءة القرآن عليها، بتعمل أشكال جميلة جدا، أشكال هندسية.
سداسي، رباعي، ورده. صور الاشكال دي ووضعها في كتاب، وعمل ابحاث على المايه، وجد ان خصائص المايه تغيرت واصبح للماء فعاليه قويه جدا في علاج كثير من الامراض بعد قراءه القران عليها. كتب كل الكلام ده في كتاب اسمه مسج فروم ووتر، رساله من الماء، على التاثير الاعجازي على قراءه القران، من قراءه القران على المايه. المعجزات دي كلها هكتب او تسع معجزات دي، ما تجيش نقطه في بحر من مئات ومئات المعجزات اللي بتدفع مئات المسيحيين كل يوم للدخول في الاسلام. 50,000 مسيحي في مصر يدخلون الاسلام كل عام، 5 مسيحيين كل ساعه في امريكا يخشوا الاسلام بسبب هذه المعجزات. لو انت بدات تصدق معايا ان القران ده من عند ربنا، يبقى انت انسان متواضع، عندك عقل، بتقبل الدليل. لو انت لغايه دلوقتي مش عايز تصدق، انا اسف ان انا اقول لك ان انت انسان متكبر. لان لو قلت لك بص على نور الشمس في السماء وقلت لي انا مش شايف حاجه، يبقى انت متكبر او انك انت اعمى، ما عندكش عينين. قوه المعجزات دي اقوى من نور الشمس في السماء. القران اللي انت المفروض تكون بدات تصدق انه من عند ربنا، لازم تعرف ان القران ده قال في ايه رقم 85 في سوره ال عمران الجزء الثالث: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اللي هيقبل اي دين غير الاسلام بعد ما يسمع بيه مش هيتقبل منه القيامه، هيخسر اخرته من القيامه. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي ولا بالذي ارسلت به الا وكان من اصحاب النار. لو ما دخلتش الاسلام قبل فوات الاوان، قبل ما روحك تطلع من جسمك، هتكون من اصحاب النار. انا عملت فيديو ده، انا بحبك وخايف عليك، اقسم بالله انا خايف عليك. هتقع في جهنم وهتخلد فيها، وعمرك ما هتخرج منها ابدا. انقذ نفسك من النار، الحق نفسك قبل فوات الاوان. لو روحك طلعت من جسمك قبل ما تدخل في الاسلام، مصيرك المحتوم هيكون جهنم، عمرك ما هتخرج منها ابدا. هتعض على اصابعك يوم القيامه من الندم، هتبكي دم يوم القيامه، هتفتكر الكلام اللي بيقولك ده وهتلوم نفسك، هتقول يا ريتني كنت سمعت كلام الاخ اللي نصحني. هيكون فات الاوان واغلق الباب. اترك التكبر والعناد. احنا مؤمنين بسيدنا عيسى وسيدنا موسى، انبياء عظام. لو هم موجودين معانا دلوقتي لكانوا اصبحوا مسلمين واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوا مسلمين. انا نصحتك وانت حر، انزل تحت الفيديو واقرا معجزات انا كتبتها دي، وبعد كده انت الجاني على نفسك. ستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، والله بصير بالعباد.